تعالوا بقى نطلع ليه عجينه الايه الحواوشي الاسكندراني. يعني انا بحب اعملها بالطريقه دي، هقولها لحضراتكم بتطلع جميله وطريه وحلوه. ممكن يمكن هم ما يضيفوش فيها الزبادي، ما يضيفوش فيها اللبن، بتتعمل بميه على طول وتبقى زي وخميره. خلينا ايه نظبط كده الدنيا الاول. عايزينه كده حبايبي، اجيبه لكم كده. حاضر كده، اوكي تمام كده مظبوط، عشان تبقوا شايفيني وانا بعجن. تمام، تسلم ايديكوا عني. طيب هبدا بقى، نقول بسم الله وننزل مقادير العجينه. انا العجينه دي تقدروا حضراتكم تسقوها بالميه عادي جدا، وما تضيفوش الزبادي، بس انا حبيت اعملها بما ان احنا عاملينها في البيت بقى، فنعملها يعني تطلع عجينه كده ليها طعم حلو يعني، وناخد حاجه حلوه كده من ايه من الاسكندرانيه. طيب كوبايه ونص من اللبن، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، 4 معالق كبار من الزبادي، 4 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الزيت. بسم الله، هاخد الاول مكونات الجافه، احط كده شويه بيكنج باودر بسيط، عندي السكر، عندي الخميره ورشه الملح. بسم الله، وهقلب المكونات دي مع بعض كده. الاول الجافه، وهاخد الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم، ههديها دلوقتي. هاخد الخليط ده كده ممكن بالمعلقه دي. بسم الله، نحط الدقيق اللي خلطنا عليه الخميره، خلطنا عليه الملح، حطينا عليه رشه البيكنج باودر. بسم الله، دقيق ممكن يكون متعدد الاستخدامات اهو. هحط الزيت. بسم الله، هضيف الزبادي وهقلب الخليط ده. وانا بقلب هنزل الميه بسيط كده دافيه او لبن دافي. اللبن ده يعني انا مدلعاها على الاخر، لكن هي ميه ما فيش مشكله خالص. نقلب بقى الخليط ده كده شويه مع بعض. بسم الله، وننزل عشان اتحكم في نسبه السوائل. بص كده مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا عايزه تتضرب شويه كمان، لسه هديها حاجه بسيطه من السوائل ونخدمها شويه كمان. بسم الله، حوالين الايه الحلة دي تنضف تاني وترجع بتلمع. شايفين رغيف الحواوشي اهو كده تمام. ادي العجينة اهي، شوية صغننة هنا. بصوا رغيف الحواوشي، عايزه بقى اهدي هنا النار شويه اهو. بصوا
هلسعه من الاثنين من ناحيتين. بصوا خليني اخد كده سباتولا. بسم الله. هنا عشان يستوي هنا. بصوا كل ما اعرف منين انها ما بقتش لينه بتمط لسه شويه لسه. بصوا ماسكه نفسها شويه، العجينه حاساها تقيله في ايدي مش لينه كده بتمط معايا، يبقى مستنيه شويه على الاقل 10 دقائق تفضل تتضرب كويس. بصوا عشان انا دهنت الرغيف ودهنت الكمان الايه الجريل اهو. وهنبص بصوا على اللي في الفرن. بصوا بقى الريحه ايه، يا نهار ابيض. بصوا مش لازق ازاي، شايفين شايفين الجمال اهو. بصوا اللحمه استوت خلاص، خلاص استوى اهي، هطلعها لحضراتكم. ما بياخدش وقت، الريحه مش هقدر اوصفها، لازم حضراتكم تجربوا. بسم الله نبدا بقى. خلاص نرفع العجينه بتاعتنا الحلوه دي. ناخد كده بوله، هحط في البوله مسحه كده من الزيت، امسحها كده كويس، وهنزل فيها العجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى العجينه بقت جميله ازاي، اهو ده اللي انا قصدته. بصوا ما بتلزقش اولا، بصوا لينه، الزبادي ده بيخلي العجينه طريه. بصوا الجمال اهو، شايفين ازاي؟ شايفين ملمس العجينه؟ عجينه رائعه ما شاء الله. هنسيبها بقى هنا كده وهنغلفها، وانا هنا كده بقلب ده على الناحيه الثانيه. هغلفها بالستريتش او بالكلانفل علشان اسيبها تخمر، وبعد ما تخمر هسيبها ساعه في مكان دافي تخمر كويس، وبعدين ابدا اقطعها كور عشان بسم الله اهو. برخي شويه بس الايه الاسترتش، عارفين ليه؟ لان لما بتخمر بتتشد قوي، فبصوا بتعلى تبقى كده. لو هو مش مريح شويه ولقيت مساحه تعلى فيه هينفجر هيتقطع كده. احنا عملنا الايه العجينتين، ادي العجينه بعد ما خمرت، شوفوا بتعلى بتبقى رائعه ازاي. ناخد كده بس بال هنا ده. الرغيف التاني ده ممكن يدخل جنبها هنا، ممكن مش هيقول لا بصراحه. مقاس ده كويس وشايفين اهم حاجه ما تلزقش ما تنزلش سوائل. بصوا بصوا ما شاء الله يا سيدي. تعالوا بقى كده ناخد ايه طبق، انتوا حاطيني طبق اقدم فيه فين يا حبايب قلبي؟ طيب انا عرفت عرفت، ممكن يكون هنا. طيب ممكن اخد ده. بسم الله ناخد كده هنا. اخد فرشة بقدونس كده حلوة. هنا. هناخد رغيفة العيش. حالا حاضر. بسم الله. وده ننزل هنا. وانا لسه بسوي هنا اهو واحد كمان على الجريل. شايفين وده هبدا اقلبه. اهم حاجه النار تبقى عاليه في الاول، انا قلت لحضراتكم عشان اول لمسه ليها للنار في الجريل لو هنسويه على البوتاجاز ياخد الصدمه واللحمه ما تنزلش سوائلها. لو اللحمه نزلت سوائلها العيش مش هيبقى ماسك نفسه. شايفين كده ومن جوه بصوا اللحمه استوت ازاي. انتوا شايفيني كده يا ولاد ولا اقلبها لكم الناحيه دي؟ اهو شايفين الجمال. انا هقطع لكم واحد في الاخر، انت هتاكله. طيب خلاص احذف كده. طيب ممكن ادخل ده بسرعه ولا اخليهم هنا وخلاص؟ يلا هنسويهم هنا عشان يطلعوا مظبوطين وتشوفوا سواهم. هخليهم هنا. انا ايه هجهز بس العجينه بسم الله بتاعتي، هوريكم شكلها. حاضر. بصوا العجينه ما شاء الله اهي،
همسك بقى كده، لازم افرغ الهواء. عجينه رائعه على فكره، تنفع لحاجات كتير، تحشوها اي حاجه انتوا عايزينها. حقيقي عجينه دي رائعه ما شاء الله يعني. بصوا شايفين، شايفين الجمال اهي. هبدا بقى اقطع منها مثلا الغفه كده، وهن ايه ونحط رشه الدقيق ونبدا نشكل. لكن انا عقبال ما اعمل الحبه دول هستسمح حضراتكم نطلع لاستراحه، ونرجع نستكمل عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا مع بعض باذن الله. في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية مره تانية بعد الاستراحه. بصوا اهو، بس تبقوا شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله. يا رب يكون باين كده تمام. الحمد لله بسيط وسريع وجميل، واحلى ما فيه انه يعني ايه استوى على طول. اللي عايز يدي لون طبعا اللي في الجريل حمصوه شويه، اهم حاجه ما تعلوش النار عشان ما يتلسعش العيش من تحت ويدي درجه غامقه، وبعدين حضراتكم تيجوا تقلبوه تلاقوه بقى ايه ناشف زياده. اهم حاجه الموازنه في التسويه بالذات لو هعمله على الجريل. طيب نودي بقى الطبق ده هناك كده عليه رشه ايه، طبعا ده عايز بس شويه سلطه خضراء كده حلوين، وميه السلطه كده جنبه او سلطه الطحينه لو تحبوا. بحاول افرد كده، انا طبعا عايزه اساوي ده لان هي العجينه هنا. هجيب صاج واحط عليها. اهم حاجه قبل ما اجهز للعجين ده خلينا نجهز الايه الحشوه الاول. عندي للحشوه بتاعه اللحم الاسكندراني او الحواوشي الاسكندراني عندي كده شويه من اللحم. طبعا هنزل تاني المقادير وانا شغاله يا اولاد بعد اذنكم. شويه بصل، فلفل، دي لا داوود باشا مش دي. بصوا فص ثوم، دي حواوشي اسكندراني حشو. ايه تمام، شويه من بقدونس البهارات، هاخد رشه ملح وفلفل. فصين الثوم دول عبقريين بجد. حطيت شويه فلفل الوان، هاخد رشه ملح وفلفل معايا. ده ايه، هنقلب بقى الخليط ده. المقادير قدام حضراتكم على الشاشه اهي كده. خلطه حلوه كده. عايزين تحطوا شويه بابريكا ممكن، على فكره انا ممكن احط شويه بابريكا. بصراحه التوابل في الحواوشي جميله والحقيقه يعني مع نوع اللحم طبعا بتبقى احلى واطعم. ده شايفين، والميزه بقى ان احنا بنحشيها عجين كده لحمه مفروم على طول. هاخد بس صاج كده جنبي هوري حضراتكم ازاي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهدهن الصاج ده نقطه زيت. وهاخد فرشه، بسم الله الرحمن الرحيم، ندهن كده. هاخد، تعالوا بقى هنا عليها الحشو. شوية لحمة مفرومة، شايفين ببساطة كده كده. تعمل بقى زي ما انتوا عايزين، عايزين حشو حلو، حشو وسط،
حشو زياده، عايزين تحطوا اجبان، في ناس بتحب تحط اجبان ساعات، يعني تطوروا جدا في الموضوع ده الحقيقه. شايفين كده، هغطي هنا، وانا عشان تبقى واخده يعني شكل العيش قوي عايزه اديها شكل الرغيف كده داير ما يدور. زي حروف البيتزاية كده، انا بحب احسه كده بصراحه يعني، الامانه بيبقى رائع. افندم سامعاك، مركزه معاك. يبقى ليه حرف، انا بحب بصراحه اعمله كده في البيت. ممكن تعملوه من غير حرف لو انتوا حابين اهو. اه الحروف مش محشيه بس. انا دخل ده الفرن، بسم الله، خليني بس اديله دهنه زيت بسرعه بسيطه خفيفه كده. مسحه بسيطه، يلا بينا. بسم الله، هنا اهو، ونقفل العجينه نفسها. فكرتها رائعه، عارفين العجينه دي اصلا ممكن تعملوها بشكل تاني لطيف برضو، عارفين زي المنقوشه بزعتر وزي المحمره السوري، بس المحمره السوري ليها كده خليط حلو بيتحط فيه الفلفل الاحمر مع حبه البركه ويتقلى على النار، يعني ليها بزيت الزيتون موضوع كده. ان شاء الله مره نعمل حلقه كده فيها الحاجات الحلوه دي. تمام، هنعمل كده كده، ممكن بقى وهو مدور كده بصوا على الزبطة دي. اهو كده ده رغيف، نعمل التانية زيها، بدل بقى الشكل اللي انا عملته ده ممكن نعمل يبقى على طول على قد الايه الرغيف، دايرة مردانة دي، بس محتاجين نجيب واحدة ما تكونش بتلعب حديد زي دي، يعني عشان تناسب كل الأجسام انتوا عارفين، هي دي تناسب أسطورة بس صح؟ يعني أسطورة ما يمسكها تبقى عادي صح؟ أنا أمسكها تبقى حاجة كبيرة قوي جدا. ده بجد؟ بصوا كده تعالوا بقى ناخد على الرغيف ده، هاخد صاج تاني. بسم الله، هاخد نقطة زيت وبعدين اللحم، المنقوشات بقى بتتخش الفرن كده من غير غطا، مش زي الحواشي الاسكندراني ليها غطا من العجين خالص، لا بتدخل كده زي ما حضراتكم شايفينها كده بس بوشها، اللحم يا دوب يستوي تطلع، حتى المنقوشه بلحمه او المنقوشه بجبنه او بزعتر. اهو
العجين بقى اهو يقفل. هقفل بس الحروف صغنونة قوي. وعايزين نبص على اللي في الفرن. طبعا بشغل زي ما قلت لحضراتكم فرن مع مروحة مع شواية، او لو هتشغلوا الاول فرن وشواية وبعدين تاخدوا الايه تشغلوا الفرن مع مروحة وبعدين تشغلوا الشواية. اول ما تبدأ بس تشد من تحت تاخد الفريم اللي حضراتكم شايفينه، فريم كده صغنن، حرف كده صغنن. اهو شايفين ازاي؟ اهو ندهن بس الوش كده مسحة زيت خفيفة. بصراحة بتبقى رائعة، طعم العجين كمان جميل. اعملوها بقى وحدات صغيرة لو حابين، بقدونسية دي مش مشكلة مش هتضر. تعالوا ندخلها الفرن. بسم الله. ماشي اوكي. يلا بينا قفل. و هنبدا بقى ننظف المكان هنا. طبعا الصغير ده اقدر اعمل بيه عجين صغيره تتعرض كده لطيفه جدا، ممكن اعملها زي الفطاير، زي شبه القطايف صغنونه كده. ممكن ايه؟ احنا عندنا وقت قد ايه حبايب؟ طيب ناخد كده ممكن قطعه منهم، وحدات صغيره كده مثلا ده. بصوا ونعملها في صاج لوحدها تبقى حلوه قوي، رغيفه صغيره ميني كده للولاد بتعجبهم قوي، هتعجبهم قوي بجد. اهو كده نقسم الكوره كده اتنين، نشيل دي وناخد واحده تانيه. تبقى رغيفه صغيره تنفع كمان قوي، عارفين لو في عندنا مناسبه ولا عشاء ولا حاجه بسيط للولاد، يكونوا اولاد صغيرين ونعمل لهم هم حاجات صغيره ميني على قدهم كده. هاخد كده اجيب صاج كمان انضفه كويس ونبدا نحط نقطه زيت. بسم الله. هاخد كده من اللحم. بصوا انا يهمني انتوا تبقوا مستريحين، ربنا يسعدكم حبايبي. شكرا ليكم جدا. بصوا كده تبقى رغيفه صغننه، على فكره تبقى حلوه، الواحد ساعات بيبقى مش قادر ياكل قدام بقى تلفزيون ولا حاجه، ونقطع بقى الرغيف الصغير ده انصاص كده او اربع ويتاكل كده، بيبقى حلو قوي. حاجات كده خفيفه ولطيفه تبسط الولاد جدا. اهو شايفين ازاي؟ اهو كده خليها هنا كده. بصوا كده اهو، الحاجات دي بتبقى لطيفه جدا على فكره، افكار ظريفه ومش شرط يعني نعملها ارغفه كبيره علشان اللي احنا متعودين عليه، لا دي بقى بتتقطع صغنن كده تبقى طبق كل واحد ياكل، تبقى حاجات كده سناكس بين الوجبات، والله بتبقى روعه. غير طبعا لو هي كوجبه رئيسيه هتتاكل كوجبه رئيسيه طبعا، الحواوشي مفيش كلام. اهو بصوا هاخد كده بالزيت امسح مسحه
تبقى ميني حواوشي. هيجرى لها ايه يعني؟ دي الميني حواوشي. بسم الله اهو. تعالوا بقى نعمل واحد كمان، ايه رايكم؟ تقريبا كده ايه زي الفل، صح؟ صح يا روني حبيبتي، كده زي الفل يا روني. مش مكتوبه لها ليه؟ مش عارفه والله. يعني احنا كان في نيتنا نعمل حضراتكم حاجه كتيره، بس عايزين نعمل دي وناخد وقتنا حلو مع حضراتكم. خليني كده ايه اخد الجلافز. بسم الله. بصوا بس اللي تحت لسه شويه، وهقطعها لكم كده، نشوف الروله فين ونقطعها. ده وده اللي فوق لسه اهو. ها حواوشي دي ولا مش حواوشي؟ المصور قدامي. العجينه بصوا جميله يا متعلمين يا جمال انتوا. بصوا بقى انا عايزه بس من حضراتكم تجربوا العجينه دي باي حشوه ثانيه انتوا عايزينها، وبالذات مع الاجبان. عايزه اقول لكم العجينه نفسها قطنيه وجميله وتتحشي اي حاجه، يعني بجد والله لو حطيتوا فيها جبنه بيضه بس هتستطعموها وتبقوا مستمتعين بيها جدا. انا بعمل واحد تاني كده ميني حواوشي، وزي ما قلت لكم لما بيطلع الميني ده بيبقى روعه. اهو اهو، مش عايزه اكتر عن كده، حط دي هنا وناخد الايه الواحده التانيه القمر دي. مش عايزه افردها قوي، تبقى ايه، عايزاها تبقى على قد شكل ال بس مش عايزه اكتر من كده. ناخد بقى اللحم هنا، بصوا كده تتقطع اربع ارباع، تدخل للاطفال يقعدوا ياكلوا فيها، وحاجه بيتي وجميله. اعملوا زي ما انتوا عايزين، حطوا بقى جبنه موتزاريلا عليها، حطوا جبنه شيدر عليها، حطوا اللي حضراتكم حابينه تضيفوه. الاضافه دي ترجع لحضراتكم لاذواقكم الخاصه، مفيش اي مشكله خالص. اهو بصوا بقى سكن كده هنا هنا كده من الحروف، عشان ايه اعرف بس اقفله على ضيق كده زي ما حضراتكم شايفين كده كده كده. بسم الله. بس اسكن العجينه فلافي وجميله جميله جميله، تقدروا تحشوها اي حاجه. لو حشيناها اجبان بس شيدر وموتزاريلا هتطلع رائعه. هنمسح مسحه كده من الزيت، وكمان مهم العجينه ترتاح، احنا قلنا ساعه ترتاح، وكل ما تكوروها وتفردوا هتبقى ترتاح اكتر. بصوا ماسكه نفسها وحلوه ازاي اهو. يلا بينا. بسم الله. هطلع بقى انا واحده من دول، بصوا كده تقلي كفايه كده، قولوا لي انتوا اللون لو تمام اطلعها. يعني تحبوا؟ طيب ماشي، خليني ايه اللي تحت قربت، بس احنا ممكن نعمل حركه لطيفه، نحط ده كده هنا واحط معاها دول، بما ان يعني ايه لازم بقى ياخدوا سواهم. حلو كده، نبقى استفدنا من الميني بس شويه. خلاص هسيب دي بقى الفها الناحيه دي عشان تاخد الشكل، واللي فوق دي هلفها كده، وايه ونسيب اللي معانا دي ما يجرى لهاش حاجه خمس دقائق. حضراتكم عايزين تشيلوها كده في الفريزر مش هيجرى لها حاجه. هنعمل اطباق فوم هنحط عليها دول، كل واحده لوحدها او كل اتنين على حسب حجم الطبق، ونحط يعني ما بلاش تحطوا فوق بعض الا لما تجمد شويه اول واحده، يعني اول طبقه دي تجمد، وبعدين نبدا نحط كيس ثلاجه ونعمل كام طبقه كده وتتشال تتاخد تحط في الثلاجه تهدى بس تفك التجميده دي سنه، وبعدين نحطها تاني في الايه في الفرن. هتطلع ممتازه جدا، ووصفات بتبقى سريعه للولاد الحقيقه، ومش شرط حضرتك تكوني في اي وقت او حضرتك قادرين تقوموا تعملوا عجاين دلوقتي. العجين ده ساعات بيبقى الواحد محتاج يبقى يعني ايه موده كويس وقادر يعمل ده بكل سهوله. طبعا من ضمن الحاجات اللي بحب قوي انضف بيها برضو الخل. انا معلش بما ان بقى حضراتكم معايا وفي الحلقه ما يجراش حاجه، اللي بيستخدم الرخام ابعدوا عنه دايما الليمون. الليمون بالنسبه للرخام هو اكتر عدو ليه. الناس اللي بتستخدم الليمون لازم تقطعه على كاتنج بورد او تقطعه على حاجه علشان
تحموا الايه؟ تحموا دايما الرخام بتاعكم. وبعدين عايزين تلمعوا الرخام يعني بطريقة لطيفة، لما تحسوا كده انه دايما لونه ساعات مع الوقت كده من كتر الغسيل والتصبين تلاقوا لونه طفى كده بمنديل. بصوا انا دايما بعقم هنا الحقيقه كده بنعقم بالخل، طبعا غير ان اللي في الاستوديو اصلا بيحبوا يعملوا بالمنظفات الاول، بس انا عشان بستخدم اكل بخاف قوي حاجه تقع، عشان كده دايما تلاقوني على الكاونتر ما اخدش حاجه وقعت عليه الا لو ممسوح بخل. في الحاله دي ممكن ايه استخدم الحاجه اللي وقعت عليه، غير كده لا، لو باي منظفات اخرى قويه ما بعملش كده. فالتطهير ده مهم جدا. الخل ما فيهوش مشكله، الليمون بس على الرخام فيه مشكله. هتاخدوا منديل عليه نقطتين زيت زيتون او شويه زيت زيتون، حطوه مع الرخام وامسحوا بيها بشكل دائري، يا بفوطه قطيفه او بقطن او بمنديل زي ده بشكل دائري كده، زي عارفين العربيات لما بتيجي تعملها البولش بتاعها مش بتقولوا عليه بولش صح كده، بتتلمع بيبقى بشكل دائري كده، الولد بيقعد يعمل بشكل دائري، احنا عايزين نعمل كده لحد ما تتلمع الرخامه تماما. سيبوها هتقعد اسبوع معاكم تلاقوها رخام بيتشرب بقى الزيت ده شويه شويه، بس ما بقاش زيت زياده يعني انكم تحسوا بيه في ايديكم، يعني يبقى يا دوب تلميع بس تنور. بصوا كده يلا بينا اللي في الفرن دي تمام، سمي الله. هطلع بقى انا هنا الكاتنج بورد دي، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر ما شاء الله، تسلم ربنا يسعدك يا رب اهو. وخليني ايه هدخل دي هنا، ومعلش اجيب اللي تحت، قولوا لي لو اللي تحت تمام، اللي تحت برضو ممكن يجي منها، بس لا عايزه شويه، خليها شويه اهو، 3 ثواني نقطع دي كده ونشوف اخبارها ايه في طبق جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه كمان الاطباق من تحت عشان تفضل دايما محافظه ان لونها يفضل ابيض، لانه في ساعات ناس تهتم بغسيل الطبق من الوش وتسيب حاجات فيبدا يعمل جنب الحظوظ دي اصفر وكده، ما بيبقاش يعني لطيف عشان تحافظوا على حاجاتكم، دي حاجه مهمه برده ان شاء الله. يعني ايه كل ما يبقى فيه تفصيله كده صغنونه هنعملها مع بعض. بسم الله ناخد كده الايه، كان في سطور هنا يس. بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر. اوبا شايفين العجينه جميله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله قليل من البقدونس، لا يعني برضو تتاكل يعني رائعه. بصوا بقى الميني منها الصغير ده، ويا سلام لو حضراتكم كنتوا حاطين مثلا شويه من الجبن هتستمتعوا بيها جدا، الاولاد كمان هيتبسطوا بيها اكتر. عجينه معموله شغل اليد في البيت، ما عملناش حاجه، بسيطه وسهله، وممكن نعملها ونحتفظ بيها في الفريزر على فكره زي عجينه البيتزا. ممكن اخد ده كمان هنا، معلش اسمحوا لي ايه اخد الجلافز التاني، همسك كده ليه؟ علشان تبقى وهنخلي دي مع العجينه الثانيه تمام اهو. شايفين بقى عايزين دي ازاي؟ دي ممكن بقى الاطراف انتوا لو مش عايزينها كده، دي ليها اطراف شويه. شايفين العجينه جميله من جوه ازاي؟ اهم حاجه ان حضراتكم تدوها بس وقتها في التخمير، تدوها وقتها في العجن، هتطلع ان شاء الله مع حضراتكم ممتاز. اعملوا بقى الصغننين دول للولاد وقطعوهم 4 ارباع تبقى مثلث صغير، هيستمتعوا وهيتبسطوا جدا. حطوا لهم بقى اي سلطه جنبها، يعني بصوا هيسعدوا بيها قوي. انا النهارده حبيت تبقى الحلقه كده بسيطه ولكن من الوصفات برضو اللي محببه لينا كبار وصغيرين، فعملنا العجينه للحواشي الاسكندراني بطريقه جميله مخدومه في البيت بشكل حلو، وحشيناها زي ما حضراتكم شايفين، سوينا الحواشي بطريقتين، طريقه في الفرن وطريقه على الجريل
على البوتاجاز المصري بتاعنا من غير ما تنزل سوائل، من غير ما العيش يطرى، واللحم استوى مظبوط وكل حاجه جميله. اتمنى يا رب تنول اعجابكم.